السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو غنشارك معكم طرق الادخار اللي غتناسب الشخصية ديالكم باش نوضح لكم الرؤية أكثر باش تعرفي شنو الحاجة اللي غتناسبك، لأن مجموعة على الأخوات كيتفرجوا في فيديوهات نتاع الادخار وكتقول لك جربت هذه الطريقة وما نفعتش معايا، فأنا نحاول نسرد لك بعض الطرق وانت ديري داكشي اللي كيناسبك. لكن قبل غنجاوب الأخوات اللي تيقولوا لي أسماء واش بدلتي محتوى؟ رجعي المحتوى ديالك القديم، فاحنا حبيناك بالمحتوى القديم ديال الكلام في تربية الأبناء، كذلك الفيديوهات التحفيزية، التنظيم، التخطيط، هادشي كله. واش مشيتي لفيديوهات الطبخ؟ لا خوتي، الأخوات اللي كيتبعوني كيعرفوني بأنني في شهر 10 وشهر 11 درت التحدي أولا كندير تخطيط نتاع كل شهر، وشهر 11 و10 درت تحدي نتاع بيت الخزين، فانا كنحاول انني نشارك معكم بيت الخزين بالصوره، مجموعه على الاشياء اللي خبعتها فيها باش منين ندير لكم جوله في بيت الخزين تعرفوا بان داكشي صوبته يداوي الحمد لله، ما يبقاش تساؤلات كي درتي لهادي كي درتي لهادي، لان داكشي درته خارج الثلاجه هي عن طريقه التصبير، ومازال ان شاء الله كندير طريقه الترقاد وكندير طريقه تاع مجموعه تاع الطرق باش نخزنوا فيها اولا نديروا بيت الخزين بداكشي. يعني تقدري ديري يعني باثمنه يعني بسيطه وتقدري تبني واحد بيت الخزين اللي مهم جدا. عليها شاركت معكم بعض الفيديوهات، بعض ماشي بزاف، والتدبيرات ديالي شاركتها معكم. اما تغيير المحتوى ديالي ما غاديش نغيره. والاخوات تيقولوا لي مشيتي للطبخ؟ الطبخ يا خوتي عنده ناسه، انا كاي امراه عندها وليدات عندها الاسره ديالها فاكيد كنعرفو نطيبو، واللي ما عرفناهاش كنبحثو عليها وكندخلو عند خوتنا اللي الصلع نبيع ليهم اللي عندهم وصفات رائعه وكنستافدو منهم وكنديرو دائما الجديد في البيوت ديالنا وكنحاولو على قدر المستطاع. لكن باش نغير المحتوى ديالي كامل اللي بنيته وطلعته كما كنقول فيديو فيديو عامين وانا كنخدم عليه بمحتوى الطبخ، شي حاجه اللي ما كنفهمش فيها، ماشي يعني تقليل محتوى الطبخ، لا، الطبخ كبير عليا مكذبش عليكم، فرحم الله من عرف قدر نفسه. وهذه نصيحه للاخوات انكم ما تلاحوش لشي حاجه ما كتفهموش فيها. انا كنتكلم فيديوهات نتاع التربيه، عندي 4 الوليدات وكنربي فيهم ومقاتله معاهم في بلاد الغربه، وهذا ليش ماشي شي حاجه سهله. يعني سلم جرب لا تسال الطبيب، راني ام بالدرجه الاولى، كذلك كنقرا بزاف على تربيه الابناء، كذلك مجموعه على الاشياء، واخر كتاب قراته على تربيه الابناء واللي غنشارك معكم اللي هو جميل جدا غيبان لكم دابا بالمقلوب لان الكاميرا دايرها امامي، الطفل الصعب، هذا مفيد جدا. ان شاء الله غنشارك معكم مجموعه الفيديوهات لان كبير على الاطفال اللي كيكونوا صعاب وانا عندي منهم، كذلك تربيه القوه، كيفاش تربي وليداتك يعني على تركز على النقاط ديال التربيه ديالو، عندي مجموعه تاع الكتب نتاع التربيه ما يمكنليش ندوزو هذا فاكيد غادي نفيدكم فيها، كذلك هذا كتاب رائع نتاع كيف تامر ابنائك بالصلاه وكيف تسالهم عنها، مجموعه تاع الاشياء. فانا عندي ما نقول في هذا المجال هذا لانني كنربي وكنقرا وكنبحث في هذا المجال نقدر نفيدكم، كذلك فيديوهات نتاع التخطيط والتنظيم، فانا انسانه مخططه جدا ومنظمه وانسانه ايجابيه، وهذا الشيء هو اللي كيخلي انني نقدر نعطيكم فيديوهات نتاع ايجابيه وكيوصلوكم، وبزاف كتقولوا لي منكم من القلب الى القلب ولا كيوصلوكم لانني كنتقنهم. اما الطبخ واخا نطيب لك ما غاديش نعجبك، خنطيب تبارك الله كاينين ما احسن مني فهادشي، انا تعبنا ناكل، انا كنشوف شي اخوات تبارك الله كيحطوا شي اطباق رائعه، تحيه ليهم الله يرزقكم اصحيحتكم. فنكملوا الفيديو هذا كبدايه، فنكملوا الفيديو نتاع طرق الادخار واللي غنحاول نشاركها معكم، هي طرق جد مهمه واللي غتناسب الشخصيه ديالك، وكنظن انه فيديو حصري لان ما سبقليش وسمعت شي حد كيتكلم عليه واللي انا درت فيه مجهود شخصي، عليها غنشارك معكم. الطريقه الاولى وهي طريقه الاستقطاع، يعني كيكون عندك هذه الاخوات اللي عايشين في اوروبا، لان احنا الخلصه كتدخلنا الفلوس على طريق البنكه او المساعدات او الشوماج، كلشي كيدخل على طريق البنكه. غديري طريقه الادخار الاستقطاع اللي غنشرحها لك دابا، اولا الموظفين اولا المهم هذه كتصلح الناس اللي كتدخل لهم الراتب على طريق البنكه. فانتي شنو غادي ديري؟ غتمشي للبنكه غتتفقي معاهم بانهم يحلوا لك حسابات باسم الاولاد ديالك. انا حاله 4 الحسابات، يعني كاين الحساب ديالي انا وعاد الحساب ديال اولادي اللي مشتق من الحساب ديالي، كنكون انا هي الوليه والوصيه عليهم لانني انا كبيره، هما ما يقدروش يحلوا حسابات راسهم، فانا كنحل الحسابات بالاسم ديالهم
هاد الحسابات الجميل فيها انها ما فيهاش الخلاص، ما فيهاش داك كارت كيش اللي غتزيغك، ما فيهاش مثلا الا كانت الدوله كتسالك شي حاجه او لا شي اقتطاع من لاسين ولا شي حاجه، ما كيقدروش يحيدوا لكم داك نتاع الدراري. يعني فهمتوا، يعني مفيده جدا بالخصوص الناس اللي كاينين يعني في الغربه، زوينه. وكديري معاهم كتقولي لهم كل شهر او لا في المغرب تقدروا ديروها ولا في جميع الدول، كل شهر الله يجازيكم بخير غتحيدوا لي واحد لاصوم لكل طفل. نعطيكم على سبيل المثال، مثلا كانت تخلصوا 3000 درهم، هذه غير كمثال، كل شهر تقولي له مثلا تحطوا لي واحد 100 درهم لكل طفل، وما بغيتش نقيصها واحد المده، كتخليها لهم داك الادخار للوليدات الى مرض لا قدر الله شي واحد، ما كنعرفوش شنو، تجي شي عمليه، تجي شي حاجه غير سلبيه، الايجابيه ان شاء الله الا بغى شي واحد يقرا، مابقاش واحد يشري شي حاجه اللي غتعود عليه بالنفع في الدراسه ديالو، في الصحه ديالو، ما فيها باس. فكيكون عندنا واحد المبلغ نتاع الادخار نتاع الوليدات اللي كنقدروا اننا نحقق لهم بهم شي حوايج اللي كيقدروا يجيونا هكاك على غفله، سواء ايجابيه او لا سلبيه. كاين الحاجه الاخرى هي الادخار الاجباري، وهذا كنصح به العيالات، سمعي الا كنتي من هاد الشخصيات، كنصح به العيالات اللي تيكونوا منضبطين مع الاخر ولكن مع نفسها لا. هتقولي لي كيفاش ما كاينش واحد منضبط مثلا، ما منضبطش مع نفسه منضبط مع الاخر؟ نعم يوجد، مثلا كاينين عيالات في الفلوس اللي كانت عندها كطبهم، ولكن الا دارت واحد الحاجه كتلتزم مع الناس، الا دخلت مع الناس مثلا في دار او لا الجمعيات اللي كنسميوها حنا دار، وكتكون مثلا معها عيالات، فهي كتكون منضبطه، كتلقاها هي الاولى كتحط فلوسها، ما كترضاش كتقول لك اختي نحط فلوس، ما كترضاش بالتحاشم، ما كترضاش انها تطيح الماء للوجه ديالها، ما كتبغيش تاكل الناس في رزقهم. الا كانت شخصيتك بهذا النوع دخلي لدارك، لكن حذري من واحد النقطه جد مهمه، عندك تحوليها لدارك الكريدي. كتقولي كيفاش نحولها الكريدي؟ نعطيك على سبيل المثال، مثلا انتم 10 ديال العيالات درتوا واحد الدارك اللي فيها 5000 درهم مثلا، كتحطي مثلا واحد الشهر كل شهر كتحطي 500 درهم مثلا، ياك فايلا شديتي انت الاولى فراكي حولتي دارك للكريدي، لان ملي هتشدي انت الاولى شنو كاين داكشي اللي كتولي تخلصيه كل شهر؟ شنو كيتسمى؟ كتردي للناس ديالهم اللي عطاوك انت الاولى، واي حاجه عطاوها لك الناس ورديتيها فهي دين، دين عليك، ما تحوليش لدين، حوليه للادخار. كيفاش تحوليه للادخار للجمعيه؟ هو انك تخلي راسك انت التاليه، انت التاليه، يعني غتشديها ما تبقاش تزيدي تخلصي شي حاجه، هذا جميل جدا. غير هو تكوني مخططه شنو غديري بها، شي حاجه ايجابيه ولا تشديها صحيحه وتخبعيها مثلا في في في, في هذا تزيدي عليها الا كنتي باغا ديري. وبزاف د الناس كنعرفهم شخصيا داروا الديور بهذه القضيه نتاع دارت، مثلا كتكون موظفه ولا عندها خلصه ديالها، ولكن الا كانت عندها الفلوس هي كطبهم، فكتدخل مع العيالات بمليون وبجوج، كيكونوا كيديروا دارت بمليون بجوج بهذا، وكتخلي راسها هي التاليه وكتشدها، وكتبقى ما تدير بها مجموعه نتاع الاشياء كما قلت لكم، بحال سكن، بحال شي حاجه اللي كصحيحه، لانها كتدخل هي بفلوس صحيحه، بحال اللي كتحيدها من راسها، وبحال اللي كتجبر راسها عليها، تسميه بالادخار الاجباري. كذلك واحد النوع ديال الادخار كيتسمى هو بالادخار الاجباري، الناس اللي ما كتقدرش تدخر كاع تقدري تبداي بواحد لاصوم اللي كتكون قليله. مثلا انا ما كنت مثلا عندي واحد المبلغ ما كندخلش كاع، نبدا نخبعها 100 درهم في الشهر. تقولي لي ما غدير لي والو، ولا حنا باغيين نبني واحد العاده ديال الادخار، هاد الشهر قدرت نخبع 100 درهم ما قصتهاش، واستهنت بها قلت صافي وصفات لك هذاك 100 درهم انا نوض نطبها، خبعتها سواء في حصاله ولا في بنكه ولا هذا، الشهر الجاي قولي واقيلا قدرت خبعت 100 درهم نزيد نخبع 4000 ريال 200 درهم، الشهر اللي موراه 300 درهم، حتى نوصل لواحد لاصوم اللي كتكون مهمه اللي نقدر ندخرها. وتقولي كيفاش ندخر؟ خصك تخفي بعض النفقات، هذيك ان شاء الله فيديو بوحدو كيفاش ندخروا، هذا بوحدو. انا كنوريك دابا الطرق للادخار، يعني الفلوس كاينه كيفاش غادي تدخريها. كذلك واحد الادخار اخر كيناسب العيالات اللي عزيز عليهم، كيتسمى الادخار الذهبي، راه بسميتو كتعرفيه، الذهب، كتخبعي فلوسك في الذهب، لكن حضي الوقت اللي كيكون الذهب طايح يعني يشريو منه. دابا الذهب كنظن وقيله طالع الجرام، قولوا لي في التعاليق باغا نشري شي حاجه، قولوا لي في التعاليق ان شاء الله منين نهبطوا للمغرب قولوا لي كيفاش داير. واخا انا ماشي مولوعات بالذهب، ما مولوعاتش، ولكن هو كشي حاجه زوينه باش تخبعي فيها الفلوس ديالك، غير هو اختاري الذهب اللي يكون الدقه القديمه كي كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا، ما يكونش داك اللي فيه داك الحجر بزاف وداك الزواق وداكشي، اختار داكشي اللي كيكون سامبل اللي كيكون ذهب ذهب، وشري من بلايص اللي كيكونوا موثوقين، يعني حتى هو ولا فيه الخواط. هذه زوينه الادخار الذهبي. كاين واحد الحاجه الادخار العائلي، مثلا انت ما كتقدريش تضبطي راسك وعندك امك ثقه، تكون ثقه، ولا اختك ولا شي حد باك ولا شي حد اللي كيكون من العائله
بالنسبه كذلك البنات اللي كيكونوا بنات وداك الشيء، عطي لامك الفلوس تخبي عليك، ولا اختك ولا شي حد كيكون كما كنقول لكم الثقه، كتقولها خبي لي عندك هذه الفلوس ولا شي حاجه، وما تعطيهمليش كاع واخا نطلبهم لك ما تعطيهمليش. هذه راه كاينه، كاينين مثلا عزالة يكونوا خدامين ولا شي حاجه تتخبع على امه، ولا عيالات كنعرفهم كتمشي كتخبع الفلوس مثلا كتاخر فاش كتمشي تزور امها وشي حاجه، كتقولها امي خبي لي هذه البركه ما تعطيهاليش، ما تعطيهاليش الا الشديد القوي. هذه زوينه، هي هذا الادخار العائلي. وكاين الادخار البطيء، وهذا كنصح به النساء اللي باغيين يشريو التحسينات. التحسينات مثلا باغا نشري صبانه، باغا نشري عجانه، باغا نشري آلة غسيل الاواني. هاد التحسينات هما الاشياء اللي كيحسنوا لنا جوده الحياه، وكيخفوا علينا، كيحسنوا لنا الصحه، يعني كيخفوا علينا مثلا مجموعه تاع الاشغال. يعني بحال هاد الماكينات دابا اللي خرجوا، في عوض مثلا ما نصب بيدي وغادي بغيت باش نحسن من الجوده ديال الصحه ديالي وداكشي نشري الصبانه، فديري الادخار البطيء اللي كيكون على طريق حصالات. مثلا كديري واحد الحصاله، واحد القليليشه ولا شي حاجه، وتبداي تجمعي فيها بشويه بشويه، ب10 دراهم، ب20 درهم. هذيك كتكوني كتحطي فيها شي حاجه صغيره، حتى هو كيتسمى بطيء. كذلك تقدري تستعمليها مع الوليدات ديالك باش تعوديهم على عاده الادخار، وانا كنصح بها الامهات، لان الدول العظمى اكثر الدول اكتشفوا الناس اللي لاباس عليهم، اكثر الناس كيدخروا، ماشي حيت عندهم الفلوس راه عندهم باش يدخروا، لا، حيت من الصغر مبنيه عندهم داك عاده الادخار. وانا كنشوفها في المجتمعات الاوروبيه، الاطفال كلهم عندهم واحد الحساب ديالهم ديال الادخار، ولا حصاله ديال الادخار اللي كيجمعوا فيها الفلوس. فحتى حنا نحاولوا نديروا هادشي للناس اللي عندهم وليداتهم. ديري له قلوش هذاك ديال الطينيه مثلا، عطيتو درهم يخبع مثلا 10 دريال ويخسر 10 دريال مثلا، ولا ينفقها، عطيتو 5 دراهم يخبع. هذه علمي، عودي، قول له ولدي ضروري ولو يكون الثمن ولو درهم، علمي يخبع منها واحد الجزء وينفق واحد الجزء. هذا الادخار ببطء للنساء كما كنقول لكم، اللي باغيين يشريو تحسينات، ولا للرجال، ولا كل شيء، الناس الكبار اللي باغيين يشريو تحسينات، ولا تشري شي حاجه، ولا شوتي نشري شي ساك، باغا نشري شي مونطو، باغا نشري شي لبسه، وما بغيتش ندير الكريدي، ما بغيتش، ما فيها بس كل شان نحيد واحد الحاجه ونشريها. واش فهمتوا؟ ما كتكونش شي حاجه يعني اللي او ايرجونس، كتكون شي حاجه اللي يعني اورخينتي، ولا كتكون شي حاجه اللي شهوتي فيها، غير شهوتي فيها وباغاها تعاونني وداكشي فنجمع لها. انا كذلك كنت درت هذه القضيه، درت واحد الحصاله صغيره وكنت شريت بها آلة غسل الاواني، كذلك شريت النشافه نتاع الحوايج، فهادشي ساعدني. كذلك كاين واحد الادخار مهم 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 جدا، هادو الادخار العملات. تقولوا لي كيفاش هذا كينفع بزاف الناس اللي هنا في اوروبا؟ عندنا بنوك نتاع المغرب مثلا، عندنا بنك الشعبي، عندنا اولا نتوما كجزائريه كتفرجوا فيا كذلك تقدروا ديروها جميع الجنسيات. فانتي غادي تجمعي مثلا، جمعت واحد 1000 اورو ولا عندي واحد المبلغ، نمشي خفت ناكلو، خفت ندوز فيه، نمشي نحولو بعمله غير العمله تاع البلد. كذلك الناس اللي في المغرب حتى يقدروا يديروها، لكن احنا بالنسبه هنا لاوروبا هتنفعنا بزاف. مثلا عندي واحد مثلا 300 الاورو، غنمشي لشي بنك مغربي اولا ونحولها بالعمله تاع الدرهم، فهي ملي غتبقى عندك العمله تاع الدرهم فما غتق... ما عندها ما تنفعك هنا في اوروبا، ما عندها ما تشري لك. انا عندي واحد المبلغ من المغرب، هذه 4 سنين راه محطوط، يعني ما فلوس مغربيه يعني غنستعملو حتى نهبط المغرب. هذه الاخوات انك تحولي الفلوس ديالك لعمله اخرى، تقدر تحوليها للدولار، كذلك تمشي للبنكه تقول لهم مثلا من الاورو للدولار، ولا من الاورو للدينار مثلا الجزائري، ولا من الاورو للدرهم، ياك الجزائر عندهم الدينار كنظن، بحال هكا تحوليها العمله نتاع البلد الاخر، وحضي فاش يكون طالع، فاش يكون طالع باش تستافدي منه. وتهدا راه كيكون داك كتبقاي تراقبي واش طالع الدولار ولا هابط، ولا الاورو طالع ولا هابط، وحولي داك الفلوس ديالك لواحد العمله اخرى اللي ما كتقدريش تصرفي فيها، ولا اللي في المغرب كذلك يقدروا يحولوها لعملات اجنبيه، اللي واخا تكون محطوطه لحدا الاولاد ولا يعني في الدار ولا شي حاجه ما غاديش تزيغك. هادو انواع الادخار اللي جد مهمين اللي شاركتهم معكم، استعملوهم على حساب الشخصيه ديالكم، على حساب، لان حنا ماشي كلنا كيوافقنا نفس الشيء. كما قلت لكم القضيه ديال الجمعيه كتنفع مع العيالات اللي هذيك زوينه زوينه، انا كنعرف بزاف ديال النساء اللي هكا، يعني مع الناس ما كتبغيش تحاشم، ما كتبغيش داكشي، فديري هذه القضيه لانك تكون منضبطه غادي تنفعك، غير هو فاش تشديها كما قلت لكم عرفي شنو غادي ديري بها، وتكوني دايره لها واحد الخطه مسبقه، لان الادخار بدون هدف فهو غير تخربيص. انا غنجمع الفلوس ولاش غنجمعهم، يعني غنجمعهم غير هكا غير شهوه؟ لا،
نجمعهم باش نحقق بهم شي حاجه، باش ندير بهم شي حاجه، باش نهذا ان شاء الله. في الفيديوهات الجايه مثلا غنتكلموا على فيديوهات نتاع هادشي نتاع الادخار، كاين ادخار الطوارئ، كاين مجموعه نتاع الاشياء، غنشارككم تجربتي الشخصيه كما غنشارككم مجموعه نتاع الاشياء اللي كنقراوها وكنستافدوا من ناس اخصائيين باش تعم الفائده للجميع. كتبوا لي في التعليق شنو هما انواع الادخارات اللي كديروا نتوما، شنو هما الحاجه اللي ارتحيتوا عليها، ديري داكشي اللي غيريحك. لان شحال من وحده مثلا كتاخر في الذهب كتفرح كترتاح كتحس براسها هكا مزلقه وداك الكورميطات ديال لالو، وسبحان الله الذهب بزاف النساء كيفرحهم وكدير هكا وداكشي، هي هي مفرحه النفسيه ديالها كما ان فلوسها هما معاها، واش فهمتوا؟ وداك المساله نتاع الزكاه ومساله ديال الحرام الحلال راه عندها داوي الاختصاص ديالها، ما تعاودوش تسولوا شي يوتيوبرز في الحلال والحرام، ما تعاودوش، لان الحلال والحرام عنده اصحاب ديالو كما كنقول لكم دائما، وانا بريئه مثلا من هادشي. انا كنتكلم بدين لان احنا مسلمين، وكما كنقول لكم الدين ما كنقسموش على الحياه ديالنا. دائما كنكرر هاد الهضره، ولكن مازال كيجوني مثلا بحال هاد التعليق، كتجيني شي اختي واش حرام هذه اللي درتها، اولا اختي واش هذا، اختي ما تسولينيش انا كما كنقولوا انسانه مجتهده، ام كنتكلم في المجال اللي كنفهم له، كما قلت ماشي فقط في الحرام والحلال، حتى في الطبخ اللي سولوني واش بدلت المحتوى، ما نقدش على محتوى الطبخ، عنده ناسه الله يرزقكم صحيحتهم. وغنختم وغنقول ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. شكرا لكم.